كان يا مكان في بيت صغير تعيش دجاجة جميلة مع صيصانها السبعة. كانت تحبهم كثيرا وتعتني بهم. في يوم من الأيام أرادت الأم الذهاب إلى السوق. سمارت تشيك أولادي الأعزاء، لا تفتحوا الباب لأحد، تذكروا أن الذئب ماكر ويريد أن يأكلكم. وفي هذه الأثناء كان الذئب الماكر يختبئ خلف شجرة، سمع كلام الدجاجة فقرر أن يذهب إلى البيت ويخدع الصيصان. دك دك دك، افتحوا الباب يا صغاري، أنا أمكم، لقد عدت من السوق. أسرع الصيصان للنظر من ثقب الباب، وعندما سمعوا صوت الذئب عرفوا أنه ليس أمهم. سمارت تشيك، صوتك غليظ يا هذا، أنت لست أمنا. خاف الذئب من الصوص الذكي وهرب بعيدا. بعد قليل عادت الأم من السوق، فرحت كثيرا عندما رأت صيصانها بخير. سمارت تشيك، شكرت الأم الصوص الذكي لأنه أنقذ إخوته من الذئب الماكر. وهكذا تعلم الصيصان درسا هاما، يجب علينا أن نكون حذرين ونفكر جيدا قبل أن نفتح الباب للغرباء.